رح نلبس لبس المزارع عليهم. يلا نروح المزرعة. ما في أجمل من عمل الخير. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا أختنا شروق. أخ وليد، مشروعكم الموجود هون برحبك، احكي لي شوي عنه وعن انطلاقته. المشروع ولد من رحم الأزمة الاقتصادية، لدرجة أنه يصعب كثير على رب الأسرة أنه يقدر يلبي احتياجات أسرته، فكان صلواتنا للرب أنه يعطينا شيء نقدر من خلاله ننطلق ونكون حد هالناس بهالأزمة هيدي. مين يلي ساهم؟ الكنيسة ولا هو دعم من الخارج؟ اللي ساهموا بهذا المشروع عن الحقيقة كتار، فكرمال ما أنسى حدا وضيع حقه، مشان هيك ما حقدر اذكر اسماء. وخاصه نحن في عنا كثير اصحاب اراضي وعقارات بهالضيعة، المنتوجات سواء الزراعيه او حتى بالبقر هون ومنتوجات الحليب ومشتقاته، عم نوزع بحدود نص الكميه للناس المحتاجه، النص الثاني اللي بيبقى معنا عم يبيعوا بسعر التكلفه او حتى اقل بس لنقدر نضل واقفين على اجرينا. هل انتم بتقدموا هاي الخدمات فقط لرعايا الكنيسه الانجيليه؟ نحن ما منميز، عم نساعد كل الناس بدون اي تفريقه. كم عمره لهيدا المشروع؟ سنتين. وين بتشوف هيدا المشروع بعد 10 سنوات؟ المؤمن واللي بيتكل على ربه طموحه ما بيوقف عند حدود معينة. في ظل هاي الأزمة الكنيسة الإنجيلية قدرت تقوم بهالمبادرة الجميلة لتساعد الفئات المحتاجة من المجتمع اللبناني والغير لبناني المتواجدة على أرض رحبة. خلال سنوات ممكن هيدا المشروع يتطور ويغطي لبنان كامل ويقدروا يساعدوا ناس أكتر وأكتر. اليوم أنا حبيت إجي ساعدهم في المزرعة ومع الأبقار يلي جابوها لحتى يقدموا كل الأشياء اللي بتقدمها هاي الأبقار للناس. في مجموعة من الأبقار في خرفان، هلأ رح أفرجيكم إياهم. تعالوا نشوف البقر اللي هون. والله أنا ما بخاف. ما تخافي ما تخافي. حجمك أكبر مني. هذا عنده قرون، هذا بنطح. ويلا نحلب البقرات سوا. فيني احلب هيدي البقرة؟ لا اكيد لا، هيدي طفلة تعتبر، بس في عنا بقرات فيكي تحلبيهم. تعال نشوف الخروف اللي هونيك. اوكي يلا نروح على البقرة يلي اختاروا لي اياها. البقرة لحتى تقدروا تحلبوها لازم تاكل، سو لازم نحط لها اكل هلا. ويلا نطعم البقرات. شو هيدي المكنة؟ بيقولوا للحلابة. كم بقرة موجود بالمشروع عندكم هون؟ في 7 بقرات. ما تزعلي. وايدي مي هلا. او في حالي كل شيء اللي ضايع تنمو. هلا عم نحلب البقره على الماشين. هيدا الحليب. كم تقريبا بتعملوا كيلو حليب يوميا؟ 60 كيلو تقريبا باليوم. وهلا حلبنا البقرة، حناخد الحليب. هيدا الحليب فريش 100% وانا رح اعمل فيه لبن بالبيت. وهلا منصفيهم. هدول الحليبات لإلي لحتى نعمل فيهم لبن. هلا حنكفي على البورت الثاني من هيدا المشروع العظيم، حنروح على المزرعة يلي بيزرعوا فيها خضرة وفواكه ليساعدوا فيها العالم. جيت لحتى اعمل لبن وبعدين نكفي مشوارنا على مزرعة الخضار. هيدا الحليب اليوم رح احوله للبن. هيدا الحليب فريش من البقرة، حنغليه اول شي لحتى نعقمه. فار الحليب. كيف بدي نظفه؟ خليني احطه مكان تاني لننظف الفرن. مع سكر اطيب صح؟ عن جد طيبين. درجة حرارة الحليب صارت فاترة، والدليل لما بحط اصبعي هون عند العشرة فيني اتحمل الحرارة. عشان الحليب يتحول لبن في نوع من البكتيريا جوا الحليب، اذا حطينا لها شوية لبن بسموها بالعامية روبة، رح ناخد منه قدر معلقة كبيرة مثل هيك، معلقة او شوي تقريبا. اوكي كمان وحدة، يعني شوفوا القشطة اللي تكونت على السطح. ومن هلأ ليصيروا لبن ما بنضقرهم حغطيها، ححطها في حرام دافي جوا الفرن تبعي وحنسكر عليها 6-7 ساعات. تعالوا نروح على المزرعة. يلا نروح على المشروع الثاني. وصلنا هلا على مزرعة الخضار والفواكه. هيدي قطعة من هالقطع الأراضي اللي عندنا إياها.
شو هيدي أخ وليد؟ عشبة أساسة أفريقية اسمها بوتيتو جرين. وسمعت إنه في بامية كمان. هيدي هي نبتة البامية. هلا بتلاحظ في رون الكبيري فيها، هيدي مخليها بدار، هيدا الصغير اللي نحن منشيله ومنبيعه للناس او منوزعه. اوه في ملفوف كمان، رح ساعدكم بالقطف. اخ وليد بتستعملوا اي هرمونات اي مبيدات؟ زراعتنا كلها زراعة عضوية خالية من اي اسمدة كيماوية، نعتمد بس على السواد اللي بنستخرجه من المزرعة. يلي عاجبني كتير بهيدا المشروع بتحسوها سيركل متكاملة، انه مزرعة الابقار هي بيستخدموها ايضا ليطلعوا السماد يلي بيسمدوا فيه هاي الاراضي. شوفي عندكم خضرة بعد، طبعا في كذا نوع فليفلة، وهيدي الفليفلة الخضرة، هاي فليفلة حرة. شو الخضرة يلي السنة قدمتوها للعالم؟ فينا نقول كل الانواع. كيف فيها الناس تتواصل معكم لتساعدكم اذا في ناس حابة تيجي تشتغل في ايديها معكم وتساعدكم بالاراضي؟ اكيد عندنا صفحة اسمها رحبي بابتست تشيرش، سو كلكم تواصلوا اذا حابين تقدموا مساعدة لهيدا المشروع الجميل في مدينة رحبي. اخ وليد وفي كتير عرانيس درة هون، كتير حلو، أول مرة بحياتي بشوف لوبيا لونها هيك. أخ وليد ليش اللوبيا لونها هون purple؟ بيقولوا عنها خفيفة على المعدة أكثر من اللون الأخضر، بس هيدي على فكرة بالطبخ ترجع خضرة. هيدي المزارع من وين بتسقوها؟ في ينابيع كتير برحبي، بس هلأ بورجيكي أحد الينابيع اللي هي بتغذي معظم الأراضي. رحبي هي جوهرة لبنان يلي مش الكل بيعرف عنها، تعالوا نشوف ينبوع المي اللي موجود بنص رحبي. جزء من الأراضي بيستفيد من هذا النبع. رحبة فيها 365 نبعة على عدد أيام السنة. هلأ أنا رح أشرب من مية رحبة، بيقولوا يلي بيشرب من مية رحبة بيطول عمره. أطيب مي بالعالم، بدي منكم ساعدوا العالم. كل تحية لأهل رحبة على هالمبادرة الجميلة يلي بقدموها للناس المحتاجة والفقيرة. صحتكم. اوكي شوفوا لبناتي، طلع عملت لبن كتير طيب.